حلقة جديدة من برنامج المحطة. اليوم حلقتنا مختلفة مع ضيوف مختلفين. خليني أرحب بضيفي الأول الدكتور جابر الجابري، حياك الله وأهلا وسهلا بك، الوكيل الأقدم لوزارة الثقافة، ورمضان كريم عليك. وعليكم إن شاء الله، وشكرا جزيلا، أهلا وسهلا. شكرا لك. أيضا ضيفي الآخر هو الدكتور مهدي سهر الجبوري، الوكيل الإداري لوزارة الزراعة، حياك الله دكتور وأهلا وسهلا بك. شكرا لكم سيد وللضيف العزيز الأخ العزيز عفوا دكتور جابر، والمشاهدين الكرام ورمضان كريم عليكم جميعا. يعني حتى نفوت بمود برنامجنا هو المحطة، من اسمه أنه نأخذ محطات من حياتكم، نضيء هذه المحطات، نخلي الشباب وكل من يتابعنا يعرف شلون وصلتوا بالمراحل إلى ما وصلتوا لليوم، واليوم اسمكم موجود بالساحة والكل يعرف منه دكتور جابر ودكتور مهدي. فخليني بالبداية أسأل السؤال الاعتيادي اللي أسأله، شلون فطوركم اليوم؟ شكرا لك يا ست بتول، ونعبر أيضا عن سعادتنا وسرورنا مع أخينا الدكتور مهدي الجبوري سيد وكيل وزارة الزراعة، ونحيي مشاهديكم، نحيي العالم العربي والإسلامي بحلوله حلولا جماعيا في ضيافة الله. آمين رب العالمين. وهذه لعله سنة فريدة من نوعها، أنه كل البلدان والمجتمعات الإسلامية تحل دفعة واحدة في ضيافة الله في يوم واحد. هذه حقيقة تضاعف شعورنا بالسعادة والكرامة لهذه الأمة أن تحل ضيفة على ربها. ونهني العراقيين بالتأكيد بهذا الشهر الكريم، أهلنا وشعبنا وأحبابنا في كل مكان من محافظات العراق وفي مدنه وقراه. ونشكركم على هذا الاختيار الجميل أيضا المحطة، وأيضا التكامل بين الكلتشر بالإنجليزي والأجريكلتشر بالإنجليزي أيضا. هو مقصودة بين الثقافة والزراعة. نعم. بين الزراعة التي تعنى بتغذية الإنسان وسد حاجاته الجسدية، وبين الثقافة التي تعنى بروح فكرياً وروحياً الإنسان وعقله وذهنه وفكره. وحقيقة هو في تكامل واضح يعني بين الروح والجسد. اختيار موفق يعني اليوم. أنا أهنئكم على هذا الاختيار. شكرا أيضاً جزيلاً. اما افطارنا فهو كالعاده يعني حالنا حال بقيه العراقيين. يعني مو احنا ليش نسال هذا السؤال دكتور؟ نعم. مرات بحكم الالتزام، بحكم الـ 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 الامور الكثيره اللي يمر بها الانسان، مرات يكون فطوره خارج البيت ومرات يكون بالبيت، فلذلك اسال هذا السؤال حتى نعرف يعني عادات وتقاليد رمضان هل هي مستمره لو شويه بسبب الظروف المعيشيه، بسبب الظروف السياسيه، بسبب الظروف اللي يعني العمل تخلي الواحد شويه يبتعد عن الاجواء الرمضانيه. والله بالحقيقه انا صار لي ما يقارب 18 سنه افطر لوحدي، يعني لان العائله في مكان في بلد وانا في بلدي العراق، لذلك انا متفرغ حقيقه لمهامي العراقيه وتارك العائله لشانها ايضا في لبنان، تقيم هناك في لبنان، فأنا حقيقة محروم من الجو العائلي من في الإفطار. يعني احنا شوية وجعنا لا مو وجع، لا مو وجع، بالعكس أنا سعيد في بلدي، ودعوات كثيرة يعني عوائل وأرحام وأصدقاء وزملاء هم أكيد يتكفلون بهذا الموضوع، ويوميها إفطارنا يومي في مكان. نعم. خليني أسأل دكتور مهدي، دكتور مهدي طبعا احنا شاكرين وجودك لأن أنت تكبدت عناء السفر وإجيت. فطورك كان في الحلة، شلون الفطور كان يوم؟ طبعا احنا مسرورين بهذا اللقاء والاجواء الحلوه اللي عدتوا بين فتره البكالوريوس، يعني 3 سنوات انا في هذه المحطه، رحلتي الى مدينه الموصل يعني جامعه الموصل. طبعا نظام يعني بطبعي نهائيا ما ابحث عن اكله معينه او اطلب اكله معينه دائما، يعني بشهر رمضان او خارج شهر رمضان، يعني اللي على المائده هو دائما يعني الحمد لله. بس الشيء المميز بشهر رمضان يمكن كل العراقيين هذه الاجواء الرمضانيه، اجواء روحانيه يعني تختلف عن الاشهر الباقيه، فلذلك يعني الميزه الحلوه اللي بيها
أن يكون هناك جمع للعائلة وللأصدقاء دائما الأقارب يعني كل هذه فعلى طول الشهر كله. هذه الأجواء يعني يمكن موجودة بالعراق فقط، يعني البلدان الباقية ما موجودة بهذه الجمع يعني. بس نبحث دائما عن شهر رمضان. الشوربة مقدسة عندك بالله. أكيد أكيد هذا بس هذا الطبق الأساسي. ففعلا يعني الأجواء الرمضانية إحنا دائما نبحث عنها إيمانا يعني كأشهر عبادات، وأيضا الجمع العائلة والأصدقاء الأقارب في هذا على طول الشهر، يعني هذه فطور جماعي يكون بيتنا أو الأصدقاء الأخوان الأقارب. نعم. يعني هذه دائما أكو شيء متشابه ومشترك بين الدكتور وبينك، جامعة الموصل. صحيح، أنا تفاجأت الآن هذا بالدراسة يعني في جامعة الموصل. هذه جامعة ولادة يعني هواية من الشخصيات العامة اللي عندنا بالعراق هي خريجة لهذه الجامعة. صحيح. يعني هل هي مصادفة سبحان الله أنه هذه الجامعة كان لها فد إرث معين بحيث تستقطب الشباب في ذاك الوقت؟ خلينا نحكي عن هذه المرحلة. نعم. لا هي بعد إذن الدكتور أيضا زميلي أيضا في الجامعة، ما شاء الله المشتركات بيناتنا صارت أكثر من واحدة. نعم. والجامعة الموصل حقيقة طبعا ذاك الوقت كان توزيع إلكتروني يعني من مركزي، يعني توزيع الطلاب مو برغبة الطالب وإنما حسب يعني التوزيع. كانت بدون رغبة بس بعدين صارت. إيه لا بالعكس، أنا كانت أيامي بالموصل جدا سعيدة حقيقة، ولو بداياتها مو ختامها، ختامها بالعكس كان عكسي. ذهابي إلى الموصل لأكتشف مدينة، وإحنا كنا من النجف إلى الموصل يعني هاي نعتبرها مسافة بعيدة جدا. نعم. ولأول مرة أدخل إلى هذه الجامعة وإلى المدينة. وطبعا الزملاء كانوا من كل انحاء العراق، يعني الخليط وطني بالجامعه، لذلك مثلت شبيكه جميله رائعه باقه من الشباب، من الشباب الشبابيه طلاب والطالبات. بالفعل كانت اضافه لهذا، كان اتذكر الجمال المشاط هو رئيس الجامعه، كان في وقته رجل صارم كان جدا وحاد، ويعني ضبط الجامعة ضبط أكاديمي رائع جدا، وجاب أفضل الأساتذة إلها والاختصاصات، خاصة أساتذة من الدول العربية ليس فقط من داخل العراق. شاطر بالدراسة؟ ما خلونا والله نبقى، ما لا ما خلونا. ولو أنا أيضا كنت في كلية الزراعة حقيقة، والسيد وكيل وزارة الزراعة، أنا كنت في الزراعة اللي هي في منطقة حمام العليل، يعني 30 تقريبا كيلومتر عن مركز الموصل. أيه. تبعد عن صحيح. أيه. نعم. وأول ما دخلت إلى هذه المنطقة الصغيرة واللي هم كلهم مجبور يعني يتذكر من أقارب الدكتور. نعم. فبالاحتفال الترحيبي للطلاب الجدد أنا وقفت على المنصة، ومن باب الذكريات يعني. يعني من زمان أنت عندك هاي الروح. أكيد. وقدمت لقصيدتي إنه بعيد فلا خل يداوي تغربي. بين النجف والموصل مسافة بعيدة. نعم. وأشعر بالغربة في وقتها يعني. بعيد فلا خل يداوي تغربي، وما لي في هذه الوجوه خليل. الله. يجيئون حمام العليل ليبرأوا وإني بحمام العليل عليله. الله. وهذه سارت مثلا في الكلية، في كلية الزراعة والغابات، وبقت أجيال تردد هذين البيتين. فعلا إحنا يعني لازم نضيء يعني وجودك بالجامعة، وأيضا حضورك من النجف من بيئة مختلفة وكذا. لكن خليني أروح للدكتور مهدي. بابل هذه المحافظة الجميلة اللي المعطاءة اللي لها اسم وتذكار عند أي شخص بالعراق، وصاحبة فضل تاريخي على العراق وولادة هذه المحافظة، كان من البداية عندك هذا الشغف بموضوعة احنا خلينا نحكي انه انت فتحل بالاقتصاد لازم نحكيها، ف
من البداية كان عندك هذا الحب والشغف للاقتصاد؟ لو لا كانت يعني بدون إرادة، شو مثل ما نقول معدلك اللي خلاك وسمح لك تدخل هذا المجال؟ نعم. طبعا احنا يعني في باب مدينة السدة تحديدا، مدينة السدة الهندية يعني ريفية، منطقة ريفية، وكان عدد حملت الشهادات قليل جدا، يعني يمكن يعني البكالوريوس اعداد نفرات كلش قليله ببقيتها يعني هذا والحمل الاعداديه، فكانت تحدي يعني البيئه اللي احنا بيها خلقت لي تحدي بين اسوي شيء نفسي يعني كشخص، وايضا وفرت لي بيئه بانه نقدر قراءه ومتابعه الدراسه اللي موجوده عندنا، رغم العمل المستمر كان عندنا يعني بالعمل الزراعي اللي موجود هذا، فمقسم الوقت بينه، وايضا كان عندي اهتمامات رياضية بقيتها يعني. المصادف على كلام السيد بأنه على جامعة الموصل، فبالانسيابية اللي كان يقدم إن أنا معدلي عالي وكان رغبتي كلية الهندسة بقيتها هذه، فصار خطأ يعني بالاستمارة، من الاستمارة بيدي يعني، ما استشاريت أحد الأساتذة بقيتها، كان الاختيار رقم 30 هو جامعة الموصل، وحتى كان بإمكان يعني يكون قبولي في جامعة بغداد أو أي كليات الباقية اللي أي، فرحت لهناك جامعة الموصل. النظام جامعة الموصل يعني رصانة وأيضا صرامة موجودة من قبل الأساتذة، فأتذكر موقف من المواقف يعني شبه احباط، يعني هسه بعض الشباب من يروح يعني مو برغبته يترك دراسته ويترك العمل وكل شيء يعني يصيب الاحباط، فبالبدايه يعني شويه ما كان هذيك الرغبه اللي عندي، فاحد الاساتذه في ماده من المواد في يعني الاسبوع الاول انا بالصف الامامي دائما اجلس، فوجه لي سؤال ما جاوبت بصراحه، ما كنت مهيئ نفسي ولا محضر يعني، ما كانت الرغبه يعني بين اكون بهذا القسم الاقتصاد الزراعي، كنت واحد بالموضوع اي، فالاستاذ بقيتها يعني الكلمه يمكن اللي شويه غيرت يعني، هي كانت احنا ما نقول محطه، هي كان غيرت المسار هذه، قال لي انت بالصف الامامي المفروض يعني من الطلبه المتفوقين يعني، وجاوب على اي سؤال وانت قاعد هذه، فيعني بزجر يعني الكلام كان عنده. رجعت بنفس اليوم الى القسم الداخلي، رجعت حضرت المواد كلها اللي سابقه وللمواد يعني هذه ما حبطتك الجمله، لا بالعكس دافع صارت، بحيث المحاضره السابقه انا كنت منتظر بس يريد يسال، فهو كان بباله مخليني يعني اريد اشوف هذه، بحيث عدت قلت له انا اريد استرجع واستذكر المحاضره السابقه بمفرداتها الكامله، وضحتها له، وبعدين هذه وصلنا الى المرحله الثالثه هناك بالجامعه الموصل، كان أعدادنا قليلين يعني، وصلنا مرحلة 8 طلاب يعني كان موجودين، بحيث كل واحد عليه محاضرة كاملة يلقيها الطالب أمام الأستاذ، الأستاذ بس يجلس، هذه كانت مفقودة في أغلب الجامعات العراق. نعم. وأتمنى هسه أساتذتنا في كل الجامعات الحكومية والأهلية أن يعيدون هذا النظام، بأنه يعني يزرعون الثقة للطالب بأنه هو أنت أستاذ، أنت تقود المحاضرة هذه، وأني فهذه بالتالي حتى كنت ما أعرف اسمها، أكو شيء أعرف دراسات عليا بس ما أعرف أكو شيء اسمه ماجستير وبعد دكتوراه وش قد دراسة الماجستير وشنو معدلاته، بس كنت أنا بالمرحلة الأولى مصر ومصمم بأنه أدخل لازم أروح دراسات عليا. هذه نصيحة غير مباشرة من عندك. نعم. للشباب خلي وحتى أكو كتاب عندنا بالاقتصاد كان أحد الأساتذة مكتوب اسمه، فكتبت تحت الاسم دكتور مهدي سهر الجبوري، كانت أول يعني وموجود هسه عند الكتاب يعني المنهجي اللي كان عندنا، بحيث ظل هذا بأنه حافز إلي أن يعني أول أكمل الدكتوراه، والشيء الثاني ألف كتاب باسمي، وهذا اللي تحققته عام 2010 بكتاب منهجي. إذن محطاتك كانت مخططة. في كتاب منهجي حاليا مادة الاقتصاد الإداري، ويدرس في كلية الإدارة والاقتصاد جامعة كربلاء، هذا الكتاب الموجود، واللي بناء على كان كتيب يدرس سابقا من الثمانينات هذا الكتاب يعني، فمن جيت مواد يعني جافة وما بها أي إطار عملي عدا الإطار النظري البسيط، وإحنا الاقتصاد نحتاج إلى نربط بين النظرية والتطبيق، فجبت مجموعة كتب ألف يعني ترجمت هذه الكتب من اللغة الإنجليزية للعربية، وأيضا بتصرف وضفت بعض الموضوعات
ويدرس حاليا، بحيث حتى بعض الكليات استخدموها في الدراسات العليا، لان في المخاطره واللايقين بنظريه الارباح، يعني نظريات حديثه كانت موجوده بيه ولحد الان محطات حياته يفتخر بها. فاحنا لازم نضيء هذه المحطات اللي موجوده عندكم، بالتالي الشباب اللي يسمع واللي يشوف راح يعرف انه الحياه ما جت هيك بسرعه لهذا الشخصيه اللي دا تشوفها بالتلفزيون وبالشاشه، ما بسرعه هو صار وصل للمحطه اللي هو واصلها بدون تعب. خليني دكتوره اسالك عن، بما انه جبنا طاري الشباب وغيره، اليوم الثقافه عند الشاب العراقي او بشكل عام، هل هي يعني جيدة من وجهة نظرك؟ اليوم وزارة الثقافة هل بالمستوى المطلوب دت تعين الشباب أو دت تظهر ثقافة العراق بالشكل اللي احنا نطمح به؟ اليوم اكو بعض المهرجانات اللي تسمى مهرجانات وتقيم وتعطي جوائز وغيرها، لكن يعني احنا نشوفها بصراحه يعني الشخصيات اللي يعني تقيم فيها وتاخذ جوائز هي لم يعني من وجهه نظر الكثيرين من المثقفين العراقيين هي ما تستحق هذا التكريم. فاليوم اريد 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 رايك بهذا الموضوع. اولا تعقيبا على ما تفضل به الدكتور مهدي، نعم، وأشار إلى مدينة بابل والحلة وعمقها التاريخي والحضاري والأدبي والفكري والثقافي بشكل عام، حقيقة يعني قدم نفسه كنموذج متقدم حقيقة من هذا الجيل، جيل الدكتور مهدي. نعم. وأنا شخصيا كنت حريص جدا جدا على الحلة وعلى بابل، واعتبرتها من مهامي الأساسية، يعني بعد ما قدمت بغداد عاصمة للثقافة العربية والنجف عاصمة للثقافة الإسلامية، وسعيت لتحقيق هذا الهدفين من خلال مؤتمرات وزراء الثقافة العرب بطرابلس وليبيا والجزائر، والحمد لله كان يعني أقرت العاصمتان بغداد والنجف. وأول ما بدأت بالعواصم المحلية للعراق، كنت أتمنى أن تكون هناك برنامج للعواصم الثقافية المحلية للعراق، وبابل كانت أول عاصمة إذا يتذكر الدكتور مهدي. أول ما افتتحنا سلسلة عواصم محلية ثقافية للعراق هي مدينة بابل، ووقتها راح السيد نوري المالكي افتتح المهرجان ضخم وكبير في وقتها. وأعرف أنه هذه المدينة تمثل خزين هائل للعراق، وليس ذاكرة إنسانية، ذاكرة إنسانية ثرية جدا جدا يعني. لذلك أن يخرج من عندها دكتور مهدي وأقرانه وأمثاله وأشباهه، احنا سعداء جدا وفخورين طبعا بهذه الأرض اللي تنبت كل هذا النبت الطيب. وبالفعل حضرتك أشرت إلى مهمة وزارة الثقافة اللي أنا أعتبر نفسي جزء من تشكيلتها، يعني نعم. انا اول من بدا ببناء هذه الوزاره وايجادها، نعم. يعني تظهيرها للوجود من 2004، في الوقت اللي كان يعني اي موظف يدخل الى دائره او الى مؤسسه الدوله يعتبر يوم الاخير هذا. تعرفون الظروف الامنيه، نعم، والتحديات، نعم، اللي مر بها المشروع السياسي والعمليه السياسيه بالعراق. احنا رابطنا، ولعله انا كنت اول مخطوف، انا خطفوني فعلا يوم يوم الخامس من دخولي الى وزاره الثقافه كوكيل، خطفونا، خطفوني على حماتي. مع هذا رابطنا وبقينا حتى ننشئ هذا الدور المكمل، يعني قلنا الزراعه الاجريكلتشر والكلتشر وهذا التكامل بيناتهم، حتى نكمل بناء الانسان يعني روحيا وجسديا. هذا الجيل، هذا الجيل المشتت، هذا الجيل المستهدف، المستهدف بأطنان، عشرات الأطنان من حبوب الكريستال والكبتاغون، وما أعرف بعد هذه، ما أعرف المصطلحات الأخرى، ودخلت إلى المدارس ودخلت إلى الكليات والمعاهد ومتوسطات البنات. اليوم هذا الجيل مو فقط في ذهنه مستهدف بالتواصل الاجتماعي والقنوات والشبكة، من كل صوب هو التواصل هذا، يعني ما أعتقد أكو جيل من الأجيال البشرية مر باستهداف مباشر كما يمر أبنائنا في العراق اليوم، نعم، بناتنا وأبنائنا بالعراق.
وبالفعل هذه الرادلة عملية ثقافية كبرى. يعني اليوم وزارة الثقافة، أنا دائما أقول هذا الكلام ومكرر على لساني حتى مللت صراحة، أنه الكتل السياسية والأحزاب والكيانات وكذا لا تعير اهتماما للثقافة أبدا، مو يمها هاي الشغلة ومخليتها مو بأولوياتها أصلا ولا بثانوياتها. هذه مأساة. هو شيء متعمد؟ والله إما ما أعرف، هل هو جهل الطبقة السياسية بهذه الحقيقة أو تجاهلها؟ ما نعرف حقيقة. يعني هل إنها تتجاهل عن عمد؟ ما هي راح تنقلب عليكم، أبنائكم راح ينقلبون عليكم. ما قاعد يقتلون أبنائهم، الأبناء ما جاي يقتلون الآباء والأمهات والأخوات وكانوا يدخلون مكبسلين إلى بيوتهم ويدخلون له. طيب هذه الخطورة مو لكم؟ ما تجتاح كل بيت. كل بيت بالعراق، كل أب وأم وأخت وأخ مهدد بأنفسهم بأبائهم أمهاتهم بأسرهم. لذلك هي القضية مو قضية جوائز. يعني اليوم هذه أكو مثل ما تفضلتي منظمات مجتمع مدني يوميا مسوين حفلة وجايبين 4-5 أسماء يكرموهم. على ليس الانتقاد يا دكتور، على من تكرمون؟ شنو اللي تكرمون؟ هذول ماذا يكرم بهذا اللي يصعد على المنصة ويقدم له درع؟ على أساس يعني شنو المعيار اللي لازم؟ وزارة الثقافة صحيح تقوم بدورها، وأنا أبني أملا كبيرا صراحة على رجل قادم من الموصل أيضا من الموصل. نعم. هو الدكتور أحمد فكاك البدراني، رجل هو ابن هذه البيئة، ابن الأكاديمية، ابن عمادة كلية العلوم السياسية في الموصل. نعم. وطبيعة أهل الموصل هم جديين حقيقة، يعني عندهم جدية في ما يلتزمون من مهام ومن واجبات. لذلك أنا صراحة اليوم مع أني لم أدخل إلى وزارة الثقافة، من لم أباشر عملي، القرار المحكمة العليا الإدارية والمحاكم الأخرى كلها أبطلت قرارات الوزير السابق. نعم. لكن لم أباشر لحد الآن، وأتمنى أنا أن أضع يدي بيد هذا الرجل الكريم القادم من أقصى المدينة من الموصل، قادم يسعى من أقصى المدينة، إن شاء الله يعني يقوم بمهام حتى نشوف على أرض الواقع شيء جديد في ثقافتنا، خاصة أنه إحنا محتاجين لهذا. تفائلوا بالخير تجدوه إن شاء الله. خليني أرجع لدكتور مهدي. دكتور مهدي، العراق صاحب أرض خصبة، صاحب ثروات كثيرة، لذلك من السهل أنه يكون بالزراعة تفوق كل شيء. يعني العراقي ممكن يعتمد اعتماد كلي على الزراعة في حياته اليومية وقوته. ما نشوف أنه في هذه الفترة الاكتفاء الذاتي شو وقت نوصله؟ وليش دا يصير هذا الشيء؟ يعني ليش دا نشوف هسه حاليا السلع والمحاصيل الزراعية من كل الدول، العراقي شوية يعني قليل جدا بالأسواق، أو متعمد هذا الشيء؟ فأنا أريد أعرف من عندك اليوم، يعني نضيء على هذا الموضوع، من نروح للسوق المحلية نشوف موجود أكو عراقي، بس حتى الناس صارت عباك ما أدري عدم ثقة أو هيك شيء، هل هو متعمد هذا الشيء؟ نعم طبعا، القطاع الزراعي من أهم القطاعات الاقتصادية اللي يمكن تحرك النمو الاقتصادي. نعم. في أي بلد، ومن ضمنها العراق، لأن احنا أصلا بلد زراعي. يعني نعم. هذه المبادرة الزراعية اللي أطلقت يعني عام 2008 حققت الكثير يعني سابقا، وكانت بناء قاعدة إنتاجية للقطاع الزراعي، لأنه يمكن الحرب يعني على داعش الإرهابي، تنظيمات داعش الإرهابية هذه، يعني أغلب المشاريع الزراعية الكبرى توقفت، وخاصة في محافظاتنا الغربية. يعني هذه فانعكست أثرها على التحقيق النمو يعني في القطاع الزراعي. نعم. وبالتالي بدينا ب 2017 عملية تأهيل جديدة لهذا القطاع. استمر هذا العمل التراكمي، وصلنا إلى عام 2019 وصلنا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحصول الحنطة، المحصول الاستراتيجي هذا في الأمن الغذائي. نعم. يعني 19 عام 2019 2020 2021 و22 يعني العراق ما استورد أي كمية من الحبوب، يعني العفو الواحد وعشرين 19 والعشرين والواحد وعشرين، ثلاث سنوات متتالية العراق ما استورد أي كمية طحين ولا حنطة من خارج العراق. يعني عدا القطاع الخاص يستورد، أما كدولة ما استوردت لمفردات البطاقة التموينية، لأن كان نجهز سيلوات وزارة التجارة
يعني كمية تكفي لتغطية مفردات البطاقة التموينية من مادة نعم. الطحين. العام 2021 تم تقليل الدعم على القطاع الزراعي، وايضا عام 2022 هالسنتين المضت ما كان اكو دعم للقطاع الزراعي، وبالتالي انعكست سلبا على الاكتفاء الذاتي. وحتى كان يعني احنا عام 2020 اللي كان توقفت سلسلة الإمدادات الغذائية بكل دول العالم، يعني كانت جائحة كورونا الكوفيد نعم. احنا صدرنا عدة منتجات إلى الخليج وبعض بلدان الاتحاد الأوروبي، يعني وخاصة منتجات رئيسة مثل البطاطا والطماطة الباذنجان تم تصديرها إلى خارج العراق، وهذا كان عذرا يعني على المقاطعة دكتور، ليش ما يشار إلها؟ يعني نشوف قليل جدا انه تنذكر بالاعلام او كذا، ما يشار إلها، يعني عباك الشيء متعمد، يعني كانما يراد ان يقال انه احنا لازلنا بالمربع الاخير من انه لا زالت الزراعه مو هي نفسها ولا زال عندنا عدم اكتفاء، يعني من السبب؟ هل هو المفروض الوزارة تكون أكثر توصل صوتها للمجتمع؟ والله هي مشكلة، يعني احنا دائما الأمور الإيجابية يعني تمر مرور الكرام دائما في الإعلام، في وسائل التواصل الاجتماعي، في مجالسنا دائما في كل هذه، أما الأمور السلبية دائما يسلط الأضواء عليها، وهذه مشكلة. يعني قبل شوية الدكتور تكلم يعني عن بناء الإنسان يعني أهم من بناء الحجر، وفعلا هو احنا نحتاج إلى عادة بناء شخصية، مو شخصية الفرد، هو موجودة الشخصية، بس إعادة يعني تأهيل داخل الإنسان، لأن كل دول العالم بعد أي حصار أو حروب يصير عليها، يمكن حتى تغيير المناهج الدراسية، تغيير التعامل مع الفرد في البلد. احنا مرينا عدة مراحل يعني مختلفة من حصار وحروب متتالية، فهذه انعكست ما اعرف يعني سلبا على شخصية الفرد، لذلك نشوفه دائما يتهجم على اي شيء، متنرفز من اي شيء، اذا شاف ايجابية يبحث عن ما خلف هذه الايجابية ويطعن بها. العراق من البلدان اللي حققت الاكتفاء الذاتي في اهم محصول من المحاصيل اللي هي محصول الحنطه يعني، وحاليا ايضا ان شاء الله وصلنا مرحله الاكتفاء الذاتي، سيبدا التسويق يوم 10/4، نتامل يعني الاكتفاء واعلى من مستوى الاكتفاء الذاتي، يعني موفرين مفردات البطاقه التموينيه بالكامل لهذه السنه والسنه القادمه. هذا منجز يعتبر الى طبعا مو لوزاره الزراعه، الوزاره تضع الخطط والسياسات للقطاع الزراعي، المنجز هو من قبل مزارعنا اللي متمسك بأرضه رغم الظروف الصعبة، ورغم إحنا سنتين توقف جزء كبير من مفردات الدعم يعني اللي كانت، لأنه رفع الدعم وتحول إلى القطاع الخاص. القطاع الخاص هم مشكلة أيضا، أكو بعض ما عندنا قطاع خاص مثلا في الزراعي، شركات رصينة وعاملة وبالتالي تغطي مثلا مستلزمات الانتاج حتى نعتمد عليها، يعني معتمده رسميه، يعني بعض التجار واللي يعملون باكثر بقطاع صناعي بالاضافه الزراعي وقطاع تجاري، لذلك شوف ما مركزين عملهم على القطاع الزراعي. نعم، لذلك شفنا فقط حولنا مستلزمات الانتاج الى القطاع الخاص ارتفعت الاسعار 3 إلى 4 أضعاف، وبالتالي رفعت كلف الانتاج. ومع ذلك الاسعار حتى الان الاسعار الحمد لله في مستواها يعني اقل من حتى من دول الجوار، نشوف هسه الاسعار في بلدان الخليج اسعار السلع الزراعيه اضعاف يعني الاسعار اللي موجوده كمنتج محلي لهنا، بالاضافه الى نوعيتها، لذلك اكو طلب عالي في من قبل بلدان الخليج على منتجاتنا الزراعية، وحاليا مستمر التصدير. هذا لازم نرجع له دكتور. المنتج موجود. هذا لازم نرجع للطلب من دول الخليج على المنتجات، ونرجع أيضا مع دكتور في تفاصيل أخرى، لكن خلينا وياكم نروح إلى فاصل ونواصل. إذن مشاهدينا رجعنا وياكم بعد الفاصل، ومتواصلين بهذه الليلة الجميلة الرمضانية مع ضيوفنا الأكارم، والجلسة مستمرة وإن شاء الله نضيء على محطات حياتكم. خليني أرجع وياك دكتور. أبو مدين أو مدين، هذا الاسم شو يمثل لك؟ وليش اختاريت هذا الاسم؟
يعني نريد تفاصيل عن عن هذا الاسم الفني الحركي، شنو نقدر نسميه؟ هو باختصار يعني ما يرضى لتفصيل كثير، بداية التحاقنا فصائل المعارضة العراقية بالخارج، وأنا طبعا كنت سجين سياسي هنا، وأطلق سراحي بطريقة شوية معقدة يعني شوية تحتاج لها إلى إضاءة. والتحاقنا بالعمل هناك عمل ميداني أكثر، طلبوا من عندنا تغيير أسمائنا. وأنا حقيقة بعد ما صليت صلاة الصبح تفائلت بالقرآن، فطلعت لي هذه الآية: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. يعني انطتك فد إعاز أنه هذا الاسم هو جيد. هسه أنا تفائلت بالقرآن، تفائلت بي وطلعت لي هذه الآية، فقلت لهم سموني مدين. ومدين مشت يعني فترة طويلة، بعدين صار أبو مدين، لأنه الكنية بال يعني بالمعارضة كانت متعارفة. نعم. إنه أبو فلان أبو يعني كل إخواننا الموجودين الآن في يعني في مرافق الدولة هم كانوا أبو فلان وأبو فلان، يعني معروفين. يعني هذه الكنية هي صاحبة فضل على الدكتور جابر؟ هي بالفعل يعني أثرت؟ خروجنا من الحالة يعني المدنية بعد ما سلط علينا النظام كل وسائل قمعة وبطشة وتنكيلة وقسوتة اللي ما لها نظير بالكون. يعني أنا لم أقرأ ولا مشاهد بكل التاريخ الإجرام. نعم. نظام يعامل شعبه، نظام قمعي استبدادي شوفيني، يعامل شعبه بهذه القسوة وبهذه الوحشية والبربرية حقيقة. يعني سواء علينا كعوائل معارضة، احنا من البداية يعني أنا أخوي سيد عباس أكبر من عندي تم إعدامه بطريقة وحشية جدا ودفن وهو حي. وأيضا أخوي الأصغر من عندي حسن، سيد حسن أيضا كان عمره 14 سنة يعني لما أعدم، هو بطريقة. وأمي كذلك يعني والدتي نكل بها وبطريقة ما يصدقها عقل، يعني عذبوها حتى بالفرن لأجل أنه احنا بالمعارضة. فلذلك احنا من انتقلنا من هذه الحياة بالداخل العراق إلى حياة المقاومة والمعارضة المباشرة للنظام القمعي وهو في ذروة وحشيته، والعالم كله كان يسانده بحيث ما وجدنا موطئ قدم بالعالم، يعني إلا عند يعني بعض الدول اللي فتحت لنا أبوابها يعني مثل سوريا ولبنان وإيران. ما يعرفوا المشاهدين أو يجوز البعض يعرف، لابد أن يعرف. لا، شعبنا ما لازم يبقى، هذا الجيل وإيران. خاصة هذا الجيل يجب أن يعرف أنه ما يطلق عليه بالزمن الجميل هو أقبح زمن مر بالكون كله. ما معقولة يعني شرادم من يسيطرون على الإعلام والتوجيه النفسي و لهذا الجيل ويخدعوه. طبعا هم أبناء وأحفاد وبنات الرفيقات والرفاق، هم اللي قاعد يعني يقومون بهذا الدور، لكن الحقيقة ما يمكن تغطيتها بغربال، يعني لا يمكن أن. وأحنا أيضا إعلامنا اللي كان في المعارضة أو كان في العملية السياسية كان إعلام عاجز عن أداء دوره وتقديم الصورة الواقعية والحقيقية لذاك التاريخ الأسود. نعم. لذلك أنه احنا يعني اضطرينا أن نغير أسماءنا، لأن مجرد ما كان يعرف النظام أن هذا بالمعارضة يجي ينكل بكل من موجود في الداخل العراق، يعني يعني بطولته وشجاعته وسبعيته على النسوان وعلى الأطفال وعلى العوائل العزل، ما يقدر يواجهنا. واحنا كنا نشوفهم لما نواجههم ميدانيا ونكمش واحد من كبارهم وقياداتهم. نعم. مثل الجريد يصير بيناتنا حقيقة، يعني حتى الجريد العالي هو أشبع من عنده، بس من يكون شونهم داخل السجون والمعتقلات والنقابات والاتحادات كلها تحولت إلى 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 مراكز القمع والبطش بالناس الأبرياء والعزل، وبطولتهم وشجاعتهم تطلع على هذول. وانت شفتي بعد رئيسهم يعني ما خجل انه من كان في وقته شلون يتبختر ويمشي مثل الطاووس ويمشي مثل الكذا وهو البطل صلاح الدين والقومي والكذا والكذا. وبعدين حتى طلق ما اطلق على نفسه، يعني جبنه والخسه اللي وصل بها والعار اللي تحمله، انه مو فقط ما قاوم قائد عام للقوات المسلحه والجيش المعرف كذا والعرمرم
عافى وانهزم وراح دخل بحفرة لا تدخل الكلاب الجرباء، كلاب جرباء ما تدخل، عار. حتى أنا أتذكر بالبلدان العربية يقولي هو هذا اللي كان مخوفكم، هذا اللي كان مخوفكم، ما كان مخوفنا يعني، لا، شعب عراقي شعب بطل وناس قاوموا وقاتلوا بالأهوار بالجبال وحملوا أطفال كانوا 14 و15 سنة يحملون السلاح ويقاومون النظام في وقت ما استسلم الشعب العراقي أبدا. خليني على ذلك هذه كلها هذه على أبو مدين. قال أبو مدين أول قصيدة كتبتها وتفتخر بيها. أنت قبل شوية البيتين اللي قلتهم بيتين جميلات. لا بالله بالجامعة في حمام العلي. التجاليات. لكن خلينا ما نقول أول قصيدة، نقول فت قصيدة مؤثرة بيك جدا يعني تحبها. والله حقيقة هي يعني كتبتها وكلنا في يعني في ميادين الكفاح المسلح. نعم. وأنا مع الشباب دول البقران يعني بذاك الوقت 18 سنة كان عمري 19 سنة في حقيقة في الوقت هذا وقلت لهم يعني غضبة الأرض مزق الأسوارة هي تقريبا أول قصيدة ألقيتها بأوساط المجاهدين يعني في كلام. ما تتذكر من عندها؟ غضبة الأرض مزق الأسوارة وامنح الجمر من لهيب كنارة إننا أمة تموت لتحيا وترى الجرح لذة وانتصارة. الله. لا تمت أمة ويخبو لضاها عندما تحمل الحسين شعارة. هذه أتذكر الأبيات الأولى من عندكم. جميلة أحسنت وحلوة وتطي دعم للشباب أو تخليهم يستمرون بالقتال. يعني هذه أول قصيدة ألقيتها بين هالمجموعة. عاشت إيدك. خلينا نروح على دكتور مهدي. دكتور مهدي شنو هواياتك؟ والله أنا ما عندي هو أحب الشعر بس ما كاتب يعني شعر. دائما يقولون رجل الاقتصاد دماغه وعقله اقتصادي بحت ورياضيات ورياضيات وهذا اللي يشيلهم بس لا كان عندي اهتمامات رياضة يعني إيه يعني اللي أعرفه أنه كرة قدم كانت يعني هذا وبالإضافة إلى اهتمامي بالاقتصاد بعد ما يعني دخلت حالياً البكالوريوس ولا مرة رجعت لعبت شوية كرة قدم شوية لا لا ما يعني هالفترات الأخيرة لأنه بصراحة الوقت يعني ما عدنا يعني من الأحد للخميس بالدوام والساعات متأخرة نحن هسه يعني خليناها بدماغك هسه فد يوم من الأيام نرجع إن شاء الله ترجع والله أتمنى يعني بالعكس هسه شو ملاعب صارت أفضل حتى من السابق كانت على الأقل ملاعب ترابية كنا بقيتها بال فترة شبابنا يعني بملاعب ترابية نلعب وهذه شنو كنت تلعب هجوم دفاع لا دفاع دفاع اي نعم دفاع ويعني خوماك وجول من جعل يكون لا كنت لعب هادي يعني ما العب خشن ويا اسمه هذا حلو اي بس الاقتصاد يعني بميزة حلوة يعني يعني شلون يتعامل ويا سلوكية الفرد يعني من كل النواحي الإنسانية يعني والاجتماعية يعني أخذها الأبعاد كلها هذه فشوف دائما رجل الاقتصاد أو أي متعمق بالاقتصاد يعني الرقم يعني له من هذه أو المعلومة تعني له إذا كانت في تخص الأسواق أو تخص الفرد أو سلع معينة هذه كلها تعني احنا المشكلة اللي دا اشوفها هسه بالاعلام الكل تحكي بالاقتصاد يعني احنا دائما نقول اذا واحد مريض يروح للطبيب والاطباء هم اللي يتكلمون عن صحة الانسان نعم. اما الاقتصاد الكل يتكلم به وبالتالي صارت مثلبة ويعني على من ناس مرات حتى توهم المواطنين يعني هسه مثلا اخر شيء هو سعر الصرف الكل نعم. تتكلم عن سعر فعلا. الصرف واسباب ارتفاعه حتى مرات تحليلات تغيير. بحيث تقلق الناس فعلا. احنا حتى نشوف هسه ابسط الانسان يعني ما له علاقه حتى بسعر الصرف ولا له علاقه بالدولار نعم فعلا. يتكلم بسعر الصرف وبالدولار وبالهذا يعني بحيث صار قلق عند الناس كلها فلو تبقى على المختصين عندنا من خيره مثل ما تكلم الدكتور قبل شويه العراق ولاد والعراق من الكفاءات من الشمال الى الجنوب بكل مختلف الاختصاصات وحتى في دول العالم منظمات الدوليه دائما تلقى العراقي هو اللي مرات
مراكز قياديه بهذه. يعني ليش ببلدنا من يجي التخصصات مثلا اذا كان الاقتصاديه من خلي التخصص هو اللي يتكلم، مثلا بالاختصاصات الثقافيه هو المختصين هم اللي يقودون وهم اللي يتكلمون بالثقافه. يعني ما يصير انا اجي اتكلم بالطب او اتكلم بمجال اخر هذه يعني صحيح. وبالتالي هذا تشوش على الناس وعلى المواطنين، فهذه عندنا المشكله اللي موجوده بها. فعلا دكتور، يمكن هذا الموضوع مهم جدا انت طرحته، لانه بالتالي اليوم السوشيال ميديا او الوسائل التواصل الاجتماعي صارت منبر، ياهو اللي يجي يحكي واخبار اكو بعض من عندها كاذبه ويخوفون الناس بها. خليني ارجع وياك دكتور جابر، اكو فرصه اتيحت للعراق الفتره السابقه اللي هي دخول الدول الخليجيه لنا والبطوله اللي صارت عندنا، وصار اكو انفتاح نوعا ما، شافوه العالم من خلال القنوات الرياضيه وغيرها. هل استغليناه بالشكل الصحيح سياحيا ثقافيا يمكن حتى اقتصاديا بشكل صحيح من وجهة نظرك؟ والله دكتور مهدي أثار إثارات مهمة وأشار إلى يعني قضايا مهمة حقيقة. أنا شخصيا أول مرة أسمع بها، وأتمنى وزارة الزراعة تركز على هذا، أنه دول الخليج تطالب بالمنتوج الزراعي العراقي. هذا الشيء هواية عظيم، يعني مع أنه سوق مفتوحة بالخليج، يعني كل هذا السؤال أنا بعدين هذا الشيء مهم أرجع له. وبالفعل يعني الدكتور اليوم يعني يمثل طاقة نادرة من طاقات العراق ومواهبه وكفاءاته العلمية والاقتصادية والتخصصية في هذا الجانب. العراق صراحة مليء مليء مليء، هذا البلد شيء غريب أنه كل واحد من عنده ثروة متجولة متحركة على الأرض. نعم. كل واحد. وكنت أتمنى أنه الخليج يصرح، يعني شوي يحكون هم، يقولون احنا نريد بصوت عالي يعني بصوت مسموع، يقولون احنا نفضل المنتوج العراقي أو نرغب بالمنتوج العراقي، وخاصة هذا العرس اللي دخلوه إلى البصرة بالخليجي 25، وكيف انفتحت الأبواب أمامهم وانفتحت القلوب والصدور ومنعوهم من الدخول إلى الفنادق. هاي ما حد يسويها يعني، ما حد يسويها. عيفنا من هذه المائدة اللي تنمد بين كربلاء والنجف بعشرات الكيلومترات وتطعم المئات الآلاف من البشر. هذه صحيح. هل تم استغلالها من قبلنا؟ احنا كعراقيين؟ لا 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 لا، بالعكس بالعكس، اكو نوع من التجاهل يعني، وهذا اللي اطمع هذه المخرجة شو اسمها المشاري الكويتية. نعم هي مجهولة. نعم. ما انا اول مرة اسمع بيها، ما عندها لا حضور ولا دور ولا اسم ولا شيء، رأسا قفزت علينا. هذه السلسلة عباك تحسها انه هي موجهة على العراق، تصعد على كتف العراقي والعراقية يلا تنشهر يعني. ابن شاري. وانا حقيقة ما كنت اتمنى لا لا لا, لا, لا التواصل الاجتماعي لا شبكة التواصل ان يذكروها، ما خلاص واحدة من التفاهات التي المحتوى الهابط اللي اطلقوا عليه بالهذا، هذا واحد من المحتويات الهابطة اللي يعني حاولت ان تنتقم من العراقيات والعراقيين اللي الان شهرتهم تطبق الافاق. نعم. انا كنت اتمنى انه اخواننا واحبائنا بالكويت هم اللي ان يمنعون هذا الشيء، وان يظهر صوت غيور وصاحب مروءة ومن اللي تاكلوا على موائد البصرة ومن دخلوا البصرة مجانا، واللي انفتحت لهم الحدود ودخلوا بلا تأشيرة إلى البصرة. كنت أتمنى من أشقائنا الكويتيين أن لا يعودوا إلى عهد هذاك السافل اللي اجتاحهم ودخل إلى بيوتهم. ذاك دخل إلى بيوتنا وداس على جماجمنا وأجسادنا، يلا وصل الكويت، خلي يفهمون هذا الشيء، كافي بعد. يعني من وجهة نظرك ثقافيا كيف الرد على هيجي هجمات؟ والله أولا أنا عتبي على من شارك من الفنانين العراقيين في هذا المسلسل. أولا هذول يعني ما معقول كل ما يشوفوا لهم شحمة يركضون وراها ولحمة واقعة بالأرض يروحوا يلطعوها، عيب ما تليق بالفنان العراقي على الشيء. نعم. الأمر الآخر أنه فنانينا اللي عزفوا عن وترفعوا عن هذه المائدة السامة. نعم. وهذه الفتات هم يتصدون حقيقة لهذه، حتى لا يجرأ أحد بعد لا يخرج واحد من العتم ومن المجهول ويطلع يكبر راسه بينا.
لا يجرى يعني، خلي شويه خلي يتصرفون يعني. اتمنى على نقابه الفنانين ايضا، على اخ جبار جودي نقيب الفنانين وفنانين الشرفاء الوصلاء العراقيين، ان يقفوا الموقف اللائق. وبعدني اعول على شرفاء الكويت واحرار الكويت واخيار الكويت من كل مستوياته الاعلاميه السياسيه الاجتماعيه، ان يقفوا موقفا، يكون عندهم موقف، خاصه انه احنا الوقت ما صار له هوايه انه من احنا استقبلناهم بعدها ما نازله من بطونهم، ملحتنا بلحتنا بعدها في افواههم يعني. هذا الامر يخليني ارجع للسؤال اللي عفناه قبل الفاصل، اللي هو شيء مفرح جدا انه دول الخليج وحتى دول الخارج تريد من محاصيلنا الزراعيه. وطبعا يمكن بشكل شخصي انا اعرف الكثيرين من اللي ساكنين في دول الخليج، يعني اقرباء او اصدقاء او كذا، يعني يتمنون الباميه العراقيه، يتمنون اللوبيا، الفاصوليا العراقيه، فعندهم شغف لهذا الموضوع، عندهم حب لهذا الموضوع. خلينا نتكلم عنه لان بقالنا دقائق معدوده ونختم البرنامج. تكلم لنا شنو المحاصيل اللي يفضلوها وشنو مستقبلا راح يتم تصديره؟ طبعا الطلب موجود على عده المنتجات العراقيه بالكامل، خلينا نتكلم عنها. وحتى كان بالاجتماع الاخير المجلس التنسيقي العراقي السعودي كان طلب كبير على المنتجات اللحوم والاكباش العراقيه، بس احنا ممنوع يعني تصديرها حاليا اللحوم العراقيه للخارج، الطلب موجود عالي عليها، فكان طلب على كل السلع. بس المشكله اللي عندنا احنا في العراق مشكلتنا بالتسويق، دائما الجانب التسويقي للمزارع العراقي والشركات التسويق ما عندنا موجوده، وايضا المزارع ما عنده ذيك الثقافه التسويقيه بانه التسويقية نعم فعلي. اكو فرز وتدريج وتعبئه وتغليف للمنتجات الزراعيه محدوده، تحسها فقيره. لذلك يمكن احدى الفضائيات اول يعني خلينا نقول تصدير الى المملكه العربيه السعوديه كان تغطيه اعلاميه من احدى الفضائيات وبقتها ورحبوا في المنافذ الحدوديه باستقبال المنتجات الزراعيه العراقيه، ودخلت المنتجات واستمر يعني تصديرها ولحد الان يعني. ايضا الامارات، شنو المنتوجات اهم المنتوجات؟ كانت البطاطا والطماطه والباذنجان بكميات كبيره، هذا باقي المنتجات لا كميات اقل يعني كانت عندنا. وحتى طلبه يعني من الكويت الاسماك النهريه من العراقيه يعني مطلوبه. خلي يسمعون يعني نعم احنا موجود لازم هو طبعا. اما العنبر العراقي كل البلدان الخليجيه والعربيه تطلب بس احنا مشكله الأزمة المياه اللي عندنا وزراعتنا المعتمدة على الغمر مال المياه هذه، فقلصنا المساحات المزروعة يعني طبعا مع وزارة الموارد المائية للسنوات السابقة. لو كان عندنا يعني كميات كبيرة مجدي اقتصاديا تصديرها العنبر العراقي للخارج، وممكن نستورد ب يعني يمكن الطن الواحد يعادل تقريبا من 6 إلى 10 أطنان تقريبا من الرز التايلندي او الفيتنامي او اي رز اخر. نعم، دعوه منك الى وزاره الموارد المائيه انه تكون الحصه. هي احنا مشكله ما عندنا مشكله ويا الموارد المائيه، لان اكو تفاهمات دائما نجتمع وياهم على الخزين المائي اللي موجود، وعلى ضوء الخزين تتحدد الخطط الصيفيه او الشتويه. اذا كانت ازمه مائيه موجوده احنا الاولويه تكون للمياه الشرب، للاستخدامات الاخرى والزراعيه، المحاصيل اللي تستخدم كميات اقل من المياه، يعني محاصيل خضر نتوجه عليها صيفا اذا كان اكو ازمه، بينما هو العنبر خاصه هويتنا يعني احنا طبعًا يعني طبعا لنكهة خاصة العنبر. والسيد بعد هو من النجف يعني المشخاب يعني النجف والديوانيه يعني احنا طبعا محافظات الشلبيه، لا جانا القمر ولا جانا العنبر، ان شاء الله يوصل القمر السد له. طبعا الحديث وياكم كلش ممتع والله، ويعني ما حسينا بالوقت، شكرا جزيلا لحضوركم ويراد لنا يمكن وقت يعني اكثر واحد. اذا ختام يعني بس دقيقه واحده. نعم. هذا البرنامج طبعا رائع، وكل انسان عنده محطات عديده، ولو احنا يعني هسه يمكن صار استعراض سريع لل الدكتور يمكن اذا يتكلم عن محطه واحده يراد لها حلقات مو بعد هذا، وكل يعني كل شخص. فاتمنى ان يكون هذا البرنامج يعني على طول السنه، حتى لو اسبوعين حلقه،
عندنا بالناس حالات يعني كأفراد بالقطاع الخاص، نعم. العاملين في كل المجالات، شخصيات حتى يعني خارج العمل الوظيفي، من الطاقات الممكن أن يسلط الضوء عليها وكقدوة للشباب، لأن دائما إحنا شبابنا أما للتعيين كوظيفة عامة أو ما يعمل نهائيا، في حين إحنا كنا يعني أنا للدكتوراه وأنا ما متعين، يعني بقى سنة كاملة أعمل بارضنا وبستان يعني هذا، وما ما بحثنا على التعيين إلا جتنا الفرصة مال التعيين. هسه الشاب بعد أول ما هذه طلع لو تعيين لو يقعد بالبيت ويصير يعني حتى مرات أبيهم عالة على أهله، يضغط على أهله، نعم. لو تشوفوا لي فرصة عمل لو أنا باقي بالبيت. فأتمنى أكو بعض الحالات عندنا هو يعني بالقطاع الزراعي أنا دا ألاحظهم، يعني الشباب عندهم مشاريعهم الزراعية الناجحة، أكو مشاريع صناعية ناجحة، أتمنى أن يكون من قناتكم الموقرة تعرضون هاي الطاقات الشابة وأن يكون قدوة لبقية شبابنا، وإن شاء الله شبابنا ما قاصرين، إن شاء الله إن شاء الله دكتور. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك ولطرحك، شكرا جزيلا لحضوركم، ورمضان كريم مرة أخرى عليكم وعلى العائلة. شكرا لكم. مشاهدينا، ما دامت الفرص مستمرة إذن الرحلة لم تنتهي بعد، انتظرونا غدا برحلة جديدة ومحطة جديدة، إلى اللقاء.